جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن صلاة الجمعة شيخ صالح، فيقول: هل تسقط صلاة الجمعة عن الجماعة الذين يجتمعون لدفن ميت لهم في مكان يبعد عن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ما يقرب من 15 كيلو؟ يحاولون الصلاة أولا صلاة الجمعة إذا أمكن ذلك، ودفن الميت يمكن تأجيله، ويمكن تأجيله أو تقديمه بوقت قبل صلاة الجمعة. المهم أن عليهم أن يوفقوا بين دفن الميت وبين صلاة الجمعة، وأن لا يجعلوا وقت دفن الميت في وقت صلاة الجمعة، بل يوفقون بينهما إما بالتقديم، تقديم الدفن أو تأخير الدفن عن صلاة الجمعة.